مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد من لايفات في الجول دوت كوم. انا فادي اشرف ومعايا اسلام احمد، وهنكلمكم عن وتكلمونا كمان عن الكلاسيكو اللي خلص 0-0 بين برشلونه وريال مدريد. ريال مدريد كان اقرب للفوز يا اسلام. يعني النهارده كان ريال مدريد الفريق الابرز في المباراه، يمكن على ملعب كامب نو، واحد من اصعب الملاعب في الدوري الاسباني. ريال مدريد دخل النهارده بتشكيل على الاقل سيطر بيه على نص ملعب برشلونه، وبالتالي كان هو صاحب التهديد الابرز في المباراه، كان هو ممكن نقول صاحب الفرصه الابرز للفوز في المباراه اليوم على حساب برشلونه. يمكن برشلونه بعد خروج بوسكيتس من قبل المباراه، طبعا يعني هو بوسكيتس كان في التشكيل الاساسي وبعد كده خرج لصالح راكيتيتش، تحس ان هو فقد السيطره على نص الملعب. جزء كبير من فكره برشلونه بالنسبه لي هي في وجود بوسكيتس. بوسكيتس اللاعب اللي بيعرف يتحكم في الريتم، اللي بيعرف حتى مع تقدمه في السن، يعني اللاعب بيعرف يتحكم في الريتم، بيعرف يحرك الكوره امتى، بيعرف يجيب الكوره، يعرف يودي الكوره. هو جزء من الريسايكلينج البوزيشن، التدوير الاستحواذ بتاع برشلونه. فكان يعني لو ما كانش مصاب فهو تغيير غريب جدا بالنسبه لي. بس انا اللي جذب نظري اكتر تركيبه ريال مدريد في نص الملعب وجوهره اللعيب. انا النهارده قعدت اتفرجت عليه التركيز، كنت مبسوط قوي. فيدريكو فالفيردي، انت رايك ايه فالفيردي؟ فالفيردي المدرب مش اللعيب، مش المدرب. محدش حبه. بص، فالفيردي اللعيب، لا هو في يعني يعتبر لسه قدامه كتير طبعا عشان يبقى افضل من كده، لكن هو في الوقت ده في السن ده مع ريال مدريد، في الوقت اللي ريال مدريد كان بيعاني فيه في حته خط النص بالذات مع تراجع مستوى مودريتش وراموس، لا قصدي وكروس، هو لا بيقدم مستويات ثابته عاليه. سرعه تلاقي، زياده هجوميه تلاقي، بيشوط. ما انا بقول لك زياده هجوميه، زياده هجوميه يعني بيشوط على طول وعلى طول. والنهارده كمان كل الناس قالت ان فالفيردي النهارده هيبقى عنده يوم صعب مع ميسي. اي طبعا يوم صعب، طبعا اي يوم مع ميسي هو يوم صعب، لكن ميسي ما كانش خطير للدرجه النهارده. فالفيردي انا حاسس كمان ان تغيير فيدال، ان هو يسحب سميدو ويحط فيدال، كانت علشان يودي روبرتو ويحاول يحمي مرمى ترشتجن من تسديدات فالفيردي تقريبا حوالي 3-4 تسديدات النهارده. تمام، بص يعني احنا خلينا بس نقول ان زيدان عمل حركه كويسه جدا في نزول كاسيميرو وفالفيردي مع بعض في خط نص ريال مدريد في الشوط في المباراه عموما. الاثنين يقدروا يسيطروا على خط نص برشلونه على المستوى الدفاعي. ما حسيناش ان في خطوره عاليه قوي غير في مره او مرتين في الشوط، يعني على مدار الشوطين، مره في الشوط الاولاني من برشلونه ومره في الشوط الثاني اللي هي الكره اللي قالش مع رجل ميسي. لكن هو قدر يسيطر على خط النص على المستوى الدفاعي، على المستوى الهجومي زي ما انت قلت فالفيردي تقريبا في كل حته في خط النص بيزيد بيسدد بيحاول ان هو يصنع فرص لريال مدريد. كل ده مع توني كروس بقى اللي هو العقل المدبر اللي ورا القصه كلها، وقدامهم اسكو اللي كان ساعات بترجع تشوفه موجود او رابع على ناحيه الجناح او على الاقل بيرجع بيقضي معاهم واجبات دفاعيه، ان هو اول واحد بيقابل لاعبين خط نص برشلونه. ممكن نقف كده ايه دقيقه من التقدير لكريم بنزيما؟ يعني دقيقه، موسم استثنائي اكيد طبعا، وكان ممكن يحط النهارده، وكان ممكن النتيجه تتغير لصالح ريال مدريد بفضل كريم بنزيما. بنزيما ابتدى يخرج من فكره ظل رونالدو صح بشكل ناجح. بينزل التلت الثاني من الملعب، بيجيب الكوره، بيقدر يروح بيها ويعدي في واحد على واحد، وبيحاول يعمل التعاون مع زمايله. بعد كده في الاخر بيبقى في التلت الاخراني، وهو طبعا بنزيما رجله كويسه على الجون جدا، والنهارده هدد برشلونه مرمى برشلونه اكتر من مره. انت رايك كيف بنزيما؟ هل بنزيما بيغني ريال مدريد عن تدعيم هجومي قوي في يناير؟ لا خلاص، هو بنزيما خصوصا من الموسم الحالي، هو من الموسم اللي فات كان بيحاول خلاص بقى يعني يطلع من عباءة رونالدو، ما كانش قادر ان هو يستوعب ان هو خلاص بقى المهاجم الاول لريال مدريد. طبعا تجارس بيل مش موجود اغلب الوقت، اسكو نفس الكلام، فبالتالي هو انت دلوقتي الاعتماد الكلي على بنزيما. السنه دي هو خلاص هو بقى مستقبل الضغوط بشكل اخف من قبل كده، بالتالي هو بيطلع كل اللي عنده، بيسجل، بيصنع، بيساهم في فرص، بتشوفه بيرجع كمان يساند الدفاع. فانت بتتكلم ان يعني بنزيما اصبح اكثر تكاملا، بس للاسف هو في وقت متاخر، يعني انت عندك 32 سنه. جزء كبير من اللي حابب يعني ارضه اشيد بيه زيدان النهارده، انا ما حسيتش ان ريال مدريد متاثر هجوميا خالص بغياب هازارد. مظبوط. الفرقه لسه عندها القدره، يعني هو هازارد ما لحقوش ان هو يبقى جزء من الترسانه الهجوميه لريال مدريد، لكن في عدم وجود سوبر ستار بحجم هازارد في الهجوم، ريال مدريد لسه كان قادر يهدد مرمى برشلونه. الناحيه الثانيه بقى، ارنستو فالفيردي ايه بقى؟ ايه اللي بيحصل ده؟ فالفيردي خلاص، يعني انت مهما كان بتتكلم عن برشلونه فهي المنظومه او الفريق اللي انت اتعودت عليه في السنين اللي فاتت، هو خلاص فالفيردي دمره تماما. الاعتماد الكلي دلوقتي بقى، يعني انا مثلا كواحد مشجع
قاعد مستني اللقطه اللي ميسي هيظهر فيها ويخطف ويجيب فيها جول. اللقطه اللي ظهر فيها كره قشط على رجله وراموس دخل كمل معاه وقطعها. لكن غير كده ميسي حرفيا طول المباراه تحس ان هو غايب شويه، بيحاول يعمل حاجه فرديه. لسه الانسجام قبل، زي ما انا كنت بنتكلم مع مهاب من كام يوم، الانسجام ما بين جريزمان وسواريز وميسي مش في اكمل حالاته. سواريز ساعات في ماتشات كتير بتلاقيه يعني توب يعني اوت اوف فورم تماما. النهارده سواريز مش هو ده سواريز السفاح اللي كان متسجل دايما في الكلاسيكو بشكل متتالي. فانت بتتكلم ان لعيبه برشلونه خصوصا على المستوى الهجومي في عندها مشكله. بوسكيتس كمان غيابه عن المباراه، وجود مثلا فيدال مع وراكيتيتش مع ارتور، كل الاسماء اللي كانت موجوده ديت مش هي اللي تقدر تدي الكوره لميسي او توصل لهم الكوره بشكل صحيح علشان يبقى يعني يهاجموا على مرمى ريال مدريد. بالتالي انت كمان برضو في مشكله ان ميسي جريزمان سواريز ما بيدافعوش اصلا. بالظبط. بالتالي انت بتتكلم ان في سبعه بس اللي بيدافعوا، وانت فرصه ان انت تبقى خلاص بقى شغل بقى التيكي توك اللي احنا كنا بنشوفه قبل كده وتقارب الخطوط وان الناس تبني اللعبه مع بعض مش موجود. ليه؟ لان انا برجع ثلاثه من خط النص اللي ورا عشان يسندوا مع الدفاع، وبالتالي بيبقى في المساحات بقت الجاب واسع قوي. فبالتالي ميسي وسواريز لو رجعوا ما بقوش بنفس الطاقه البدنيه بتاعت زمان. بالظبط. فهو كل ده مؤثر على برشلونه. هو مهما كان خلاص ميسي وسواريز حتى جريزمان الطاقه البدنيه بتاعتهم مهما كانت مش هتبقى زي زمان. من 3 او 4 سنين كنا بنشوفهم بيزيدوا وبيرجعوا وبيسجلوا من ربع فرصه. لا خلاص الفرص ما بقتش متاحه. اي فريق بيقدر يدافع قدام برشلونه بشكل كويس جدا بيقدر يخرج بيخرج بشباك نظيفه او على الاقل بيقلل الاخطاء. وفي نفس الوقت اي فريق يقدر يضغط على دفاع برشلونه مهما كان فيه الاسماء اللي موجوده دلوقتي برده بيقدر يسجل اهداف. طب مع انتصاف جدول الليجا تقريبا يعني والفرقتين خلاص 36 نقطة على قمة الدوري مع بعض، أنت شايف مين أقرب؟ مين أقرب؟ بص الدوري الأسباني عكس السنين اللي فاتت كان دايماً تلاقي ريال مدريد وبرشلونة شارخين فوق ومالهمش دعوة باللي تحت. فأنت السنة دي لا الأرقام متقاربة زي السنة اللي فاتت بالظبط، لكن أنت الميزة إن ريال مدريد ماشي بخطى متصاعدة من بعد خسارة من ريال مايوركا في شهر أكتوبر، والفريق تقريباً ده الـ 12 المباراة الـ 12 على التوالي ما تعرفش فيها الخسارة. برشلونه ما بيخسرش بس الماتش فوق ماتش تحت النتائج مش مظبوطه. لو ميسي في يومه بيكسبوا مش بيكسبوش صح زي ما انت بتقول. فبالتالي لا الصراع هيفضل زي ما هو لغايه شهر 2. شهر 2 بقى ده اللي هو هيكون الحاسم. ليه؟ دوري ابطال اوروبا يبدا، ماتشات كاس الملك اسبانيا هتبدا بقى خلاص، تبدا تخش مرحله الربع النهائي والسيمي فاينال والميعاد السكادول للكلاسيكو الثاني المفروض في فبراير كده. تمام. فانت كل ده هتشوف المواجهات بقى هتبدا تتبلور شكل مين هيبقى حامل لقب الدوري الاسباني. حلو، خلينا نقرا كده شويه كومنتات. طلاب احمد بيقول الريال كان هو الافضل. محمود عبده بيقول لك ده اول تعادل سلبي من 2002، من 23 نوفمبر 2002 ريال مدريد وبرشلونه ما تعادلوش تعادل سلبي في الليجا. كان كمان في الكامب نو يعني. كان في الكامب نو كمان ساعتها. التاريخ بيكرر نفسه تاني. احمد البنا بيقول لك الريال محتاج لاعب زي صلاح يكون رمز للفريق. هل يعني ان كل الكومنتس بتتكلم على ريال مدريد محتاج صلاح او ريال مدريد محتاج ماني؟ هل ريال مدريد فعلا محتاج صلاح او ماني؟ لا، على ارض الواقع بالنسبه لي في الوقت الحالي هو مش محتاجهم، خصوصا في ظل الاسامي اللي موجوده. يعني هل مثلا انت هتضحي بجاريث بيل؟ يعني طبعا انا اي حد بيشجع ريال مدريد هيقول لك مش عايز جاريث بيل بكره الصبح اكيد، مش عايز خميس، ممكن اسكو نفس الكلام لانه خلاص بقى انا عايز اجدد الدماء اللي موجوده في الفريق. فبالتالي احنا ممكن نشوف جاريث بيل، ممكن لو خرج ممكن نشوف صلاح او ماني، خصوصا ماني اللي الكلام اكتر بيبقى عليه ان هو يكون اقرب لاعب هنشوفه في ريال مدريد. خصوصا كان يعني كلها تقارير ما فيش حاجه او ما فيش تفاصيل بتتكلم على انتقالات حد منه. بالنسبه لي لا، صعب جدا ان انت تشوف صلاح او ماني في الوقت الحالي في ريال مدريد لاكتر من سبب. او يعني اولهم اقتصادي طبعا، ريال مدريد صرف 300 مليون في الصيف أكيد. فبالتالي الفريق عنده مشاكل مع قوانين اللعب المالي النظيف، وكان في تقرير بيقول ان ريال مدريد مطلوب ان هو عشان يعادل ميزانيته تقريبا يعمل صفقات او يبيع لعيبه بقيمه 170 مليون. فطبيعي انت لما هتبيع لعيب 170 مليون مش هتبقى محتاج تجيب صلاح او ماني اللي قيمتهم مش هتقل عن 200 مليون. اكيد طبعا. فبالتالي انت بتتكلم على ان اثنين مهما يعني بقوا من نجوم العالم وبقى ليهم اسمهم، لكن في الوقت الحالي هل ريال مدريد هيقدر يتعاقد مع الاسمين دول مثلا او واحد منهم في الوقت الحالي؟ لا. هل صلاح مثلا 28 سنه، ماني نفس الكلام تقريبا سن يعني 27 28 سنه. فهل مثلا ريال مدريد سياسته الحاليه برضو بتبص على الاسماء الصغيره؟ لما بنشوف دلوقتي ريال مدريد بقى بيتجه للبرازيل، بقى بيتجه للعيبه الشباب، لعيبه زي رودريجو، لعيبه زي فينيسيوس،
لعيبه زي فيدي فالفيردي كمان نفسه بيطلع كمان لعيبه من الناشئ من فريق الشباب. فانت بتتكلم ان خلاص ريال مدريد سياسته التعاقديه اللي كنا بنشوفها زمان كل سنه بتشوف نجم كبير في ريال مدريد او مثلا في 2009 الثوره اللي اتعملت في ريال مدريد، لا خلاص ده ما بقاش موجود السنه دي. بس يمكن عشان ريال مدريد بقاله 3 سنين الصفقات اللي بتتعمل مش الصفقات اللي على مستوى الجالاكتيكوس اللي مستناها على طول. وفي نفس الوقت انت السنه اللي فاتت الفريق مع خرج صفر بطولات بعد 3 دوري ابطال اوروبا ودوري اسباني مع زيدان، فزيدان كان عايز يجدد طموح الفريق وهدفه ان هو كان يحقق طبعا الدوري اللي هو ده رقم واحد بالنسبه له اكيد. سؤال بقى افتراضي تاني، اتكلمنا على مشاكل كتير في برشلونه منها مشاكل خاصه باللعيبه، تمام. لو حدثت في الامور امور واخر السنه بيب جوارديولا ساب مانشستر سيتي ورجع برشلونه بنفس السكواد اللي موجود دلوقتي نفس مجموعه اللاعبين اللي موجوده دلوقتي، هل ده الحل؟ هل ده الحل؟ لا ما اعتقدش ان ده الحل. يعني انت لما تيجي تبص على مثلا برشلونه في الوقت الحالي، هل هو ده نفس الفريق اللي جوارديولا استلمه في 2009؟ اكيد لا، اكيد لا. يعني بوسكيتس عدى ال 30، ميسي عدى ال 30، كل الاسامي اللي موجوده دلوقتي هل هتقدر تطبق افكار بيب؟ لا. المعدل العمري للعيبه هل هيستحملوا العامل البدني اللي بيب اصلا بيبقى متطلب فيه جدا طبعا بدني؟ لا. فانت بتتكلم على عوامل كتير هتصعب المهمه على بيب او مش هتصعبها، فالفريق هيحتاج انه يعمل تدعيمات كبيره جدا علشان يعوض المشاكل اللي موجوده. ده عمله في اول سنه مع مانشستر سيتي لما كان مع نفس الاسماء، لقى نفسه ان هو مش هيقدر يحقق حاجه بيها وخلص المركز في المركز الرابع. فكان هدفه ان هو لا انا هغرب الدفاع، هغير جميع الاسامي اللي موجوده ورا، جاب مدافعين يعني تقريبا اغلى 3 مدافعين في العالم في الوقت ده كانوا من ده في الدوري الانجليزي مانشستر سيتي، كان ستونز ووكر وبنيامين مندي واكتر من اسم تاني. خط دفاع غالي جدا، غالي جدا. فهو بالتالي هل برشلونه هيقدر يدعمه بكل ده؟ هل حتى مثلا نفترض ان هو لو قالوا له احنا هنجيب لك نيمار، هل نيمار هيحل كل مشاكل برشلونه؟ اكيد لا. لا اكيد لا. انا بشوف ان برشلونه محتاج، يعني خطوه ديونج كانت خطوه ممتازه ولكن مش هو الحل لوحده، او التركيبه اللي حوالين ديونج مش دي التركيبه. يعني انا كنت متخيل حتى بعد ما حصل النهارده تبديله ان هو يخرج بوسكيتس من التشكيل ويحط راكيتيتش ان ديونج هو اللي هيبقى قلب الملعب، الراجل رقم 6 اللي بيستلم الكوره وبيودي وبيحط، هو اللي بيتحكم في الريتم. لقيت ان لا، دراكي هو الواقف في النص وديونج مطلوب منه الادوار اللي هي بتاعه رقم 8. وديونج لعيب جيفتد جدا، لعيب موهوب جدا، ولكن بقيت بحس ان راكيتيتش مش في دوره وديونج مش في دوره، ما ممكن تبدل الاثنين ويبقى ديونج في دور افضل وراكيتيتش ممكن يقدم الدور ده كان يقدمه زمان بشكل افضل. حاسس الدنيا ملعبكه، او فالفيردي مش عارف اللعيب ده بيديله ايه واللعيب ده بيديله ايه، فالموضوع بيبقى غريب جدا. الحل بالنسبه لي بالنسبه لبرشلونه ما هوش تدعيم في خط الهجوم او تدعيم في خط الدفاع على قد ما هو الفكره بتاعت خط النص زي نفسها ازاي بتتحل. فراكيتيتش كلنا عارفين راكيتيتش تقريبا ده اخر سنه ليه في برشلونه، ولا لو كمل يناير. فيدال ما هوش البروفايل بتاع برشلونه، لعيب يفيدك جدا في يوفنتوس لكن مش هيفيدك جدا في بايرن ميونخ، بس مش هيفيدك في برشلونه. بحس ان تركيبه خط النص، اعضاء خط النص في برشلونه مش بروفايل برشلونه دلوقتي باستثناء ديونج، خرج ديونج وارتور كمان بره الحسبه. لا، راكيتيتش مش هو اللي برشلونه بتدور عليه من سنتين. فيدال نفس الوضعيه، بالتالي بشوف ان لعيبه في نص الملعب. يعني عايز اقول لك حاجه، فيدي فالفيردي ده لو في برشلونه هيبقى حاجه عظيمه جدا، صح. لكن هو في ريال مدريد واكيد طبعا مش هروح برشلونه في ميلان اللي لو حصل في الامور امور يعني. فبالتالي برشلونه محتاج انها تدور على خط النص. خليني برضه اخد شويه كومنتات. محمد الشامي اقترح حل جميل جدا، دي بروين يجي برشلونه. صعب قوي، صعب قوي، صعب قوي، بس يعني حل منطقي جدا في نص الملعب بالنسبه لبرشلونه. زيدان اخطا انه ما غيرش بيل ونزل حد يخلص، برضه كان عنده مين بره؟ يعني كان ممكن ينزل رودريجو بدري شويه. بص، الفريقين عملوا تغييرين والتغييرات كانت في الدقايق الاخيره من الماتش. انت تحس ان هم يعني من بعد الدقيقه 80 انا يا اخطف جون يا خلاص نطلع تعادل، لان انت خلي بالك برضه الماتش 0-0 المكسب هيفرق معنويا جدا مع اي فريق، مع اللي هيكسب. فيعني طبيعي يعني لو ريال مدريد مثلا كان كسب الماتش النهارده خلاص هو ممكن تقول ان هو حط رجل على ان هو مثلا خلاص يكمل المومنتوم بتاعه ويكمل الصداره، يكمل في الصداره لاكبر طول فتره ممكنه وهتبقى والناحيه الثانيه هتلاقي برشلونه مثلا كان بيقع وكان برشلونه هدفه ان هو يكسب علشان يخرج نفسه من دوامه النتائج اللي هي ايه، ماتش فوق ماتش تحت. نتائج حتى لو ماشيه بشكل كويس بس مش اللي هي مرضيه لعدد كبير من مشجعي برشلونه، خصوصا انت بتتكلم الكلاسيكو. يعني انا لو كسبت النهارده الكلاسيكو انا مهما كان مشاكلي هنساها، دفعه معنويه كبيره جدا طبيعي. فخلاص انت النهارده لا، التعادل هي نتيجه بس بتطلع لك الفرقتين لا احنا هنكمل على نفس النهج مفيش اي حاجه حصلت. خصوصا خلي بالك برده ان الكلاسيكو ده ليه توابع ثانيه، يعني انت بتتكلم ان هو كان اصلا المفروض يتلعب في شهر 10
الفرقتين في شهر 10 ادائهم كان مختلف مختلف تماما وكان اسوء بكتير وصح. واسوء بكتير يعني مثلا كان ميسي ما لسه ما تعافاش من اصابته وما رجعش بنفس القوه زي مثلا دلوقتي. ريال مدريد كان بيعاني في الاول، زيدان اصلا ما كانش لسه لاقي التوليفه اللي يقدر يلعب بيها في مع الفريق. حتى التغييرات تحس ان هي لا يعني ما حدش حتى فاهم في مين مفكر ان هو في الدقيقه 90 ولا 95 اللي هو الخمس دقايق وضل ضايع ان انا اعمل تغيير يعمل تغيير تاني ازود لا انا هخطف يا خلاص يا خلاص حلو 0-0. اسامه ربيع بيسالنا ماذا لو كان هازارد ومارسيلو على الناحيه الشمال النهارده؟ شفنا ان فيرلاميندي عمل جيم حلو، ما كانش سيء خالص يعني، واخطر فرصه في المباراه للحكم لغاها الفار كانت من خلال ميندي. لو كان مارسيلو وهازارد موجودين في الحته دي كان الموضوع يختلف بالنسبه لريال مدريد؟ طبعا يعني بتتكلم الناس عندها خبره، يعني ميندي النهارده اول كلاسيكو ليه، مارسيلو عنده خبره عظيمه جدا طبعا يعني بنتكلم من 2005 و2006 وبيلعب في الكلاسيكو بشكل مستمر. هازارد كان هيبقى اول كلاسيكو ليه، بس طبعا مهارته الفرديه ممكن كوره واحده يخطفها زي ما كان بيعمل في تشيلسي. بس طبعا انت هازارد مع الضغوط الاعلاميه اللي عليه اعتقد كان هيبقى الوضع صعب عليه شويه، لكن مارسيلو لا كان هيبقى الوضع مختلف. بس كنت تخاف من مارسيلو في الحته اللي ورا ان هو بسم الله ما شاء الله لما بيزيد ما بيرجعش خلاص ما بيرجعش خلاص، ومع السن كمان الموضوع بالنسبه له بقى اصعب. طيب طبيعي انت مثلا لو ميسي او جريزمان حاولوا ان هم بقى يلعبوا من ناحيته على الفراغات اللي بتبقى دايما من وراه فكان هيصعب المهمه على فارون او على راموس، لكن بالعكس ده ميندي لما كان موجود هنا النهارده بتلاقيه بيرجع بيدافع بيقدم المهام الدفاعيه بتاعته بيزيد هجوميه بشكل كويس جدا، بيطلع بيقدم بيحاول يدي حلول. يعني كان في الشوط الاولاني عمل اكتر من عرضيه، بس يمكن تكتل دفاع برشلونه حال ان هي توصل لبنزيما او لحد من لعيبه ريال مدريد، وكان تقريبا يعني خطوره ريال مدريد اكتر من ناحيه الشوط الاولاني بالنسبه لي اللي شفتها من ناحيه ميندي. مو عماره بيسالنا او بيقول يعني ان جريزمان مش هيظهر بمستواه الا بعد اعتزال ميسي. اي حد مش هيظهر بمستواه غير لما محدش هيظهر جنب ميسي كده كده يعني. خليني بقى اخدك الماتش بقى التاني يعني كلاسيكو قتلناه بحثا، انت بقى الراجل الخبير في امريكا اللاتينيه والكونكاكاف وانت اللي هتقول لنا. مونتيري النهارده ظهر بشكل محترم جدا قدام ليفربول، وليفربول احتاج انه ينزل ماني وينزل فيرمينو وجول بلس 90 عشان يقدر يكسب مونتيري 2-1 ويتاهل لنهائي كاس العالم الانديه قدام فلامينجو. شفت الماتش ازاي؟ يعني هل مونتيري ده طفره ولا ده المستوى اللي هو يقدر يقدمه؟ طيب خلينا بس نقول ان مونتيري مش اول مره يشارك، هو دي المره الرابعه ولعب الاهلي قبل كده 3 مرات ولعب الاهلي مرتين وكسب قدر كسب الاهلي 5 مرات كانت زي النهارده. فاحنا لما نيجي نتكلم عموما فالفريق عنده الخبره، مش نفس الاسماء اللي موجوده دلوقتي، لا في اسامي موجوده او واحد او اتنين، لكن الفريق عنده اللعيبه اللي عندها الخبره في كاس العالم للانديه ده رقم 1. رقم 2 هو خاض قبل المباراه اللي فاتت في قدام السد وقدر ان هو يكسب، دي دفعه معنويه كبيره جدا في البطولات المجمعه بتبقى طبعا صعب ان انت جاي عارف ان انت هتلعب ماتشين او ثلاثه في اسبوع وخلاص يعني. فهو الفريق عنده هدف واحد ان انا لا انا عايز اروح العب ليفربول، هو قدر يحقق ده. ليفربول سهل عليه مهمه شويه، بس خليني برضه اقول ان مونتيري في الوقت الحالي هو اصلا وصل لنهائي دوري المكسيكي، الدوري المكسيكي بيفضل مكمل لغايه اخر شهر 12. فهو الفريق واصل لافضل مرحله ومستوى بدني وفني ليه مع المدير الفني الارجنتيني انطونيو محمد في الوقت ده، فبالتالي هو الاداء مش جديد او ان مثلا طفره ان احنا بنلعب في كاس عالم الانديه وعايزين نبين لنفسنا للعالم او ان انا مثلا عايز احترف في اوروبا، لا الفريق عنده اسماء لعبت في اوروبا وعنده اسماء واسماء بتلعب في المنتخب المكسيكي، فانت بتتكلم الفريق عنده اسماء كويسه جدا، فبالتالي ما كانش غريب ان هم يحاولوا يحرجوا ليفربول النهارده. ليفربول اداهم الفرصه خصوصا مع التشكيل الغريب، مش غريب التشكيل اللي بدا بيه ليفربول، بحس تشكيل كان فيه روتيشن زياده عن اللزوم شويه. يعني انت لما بتتكلم ان هندرسون قلب دفاع دي يعني اول مره ممكن نقول ان كلوب يعملها، اما تيجي تقول مثلا ان واحد بس يبدا في خط الهجوم اللي هو صلاح من الثلاثه فيرمين، دي برده غريبه شويه. هو كلوب فكر في النهائي قبل ما يفكر في النص النهائي، فبالتالي هو اتعب نفسه اكتر وكان ممكن يوصل شوط اضافي. يعني حتى لو فتحتوا الموقع في الجول دوت كوم دلوقتي هتلاقوا تصريحات عدد كبير جدا من لعيبه ليفربول، تصريحات خاصه من قطر حيث تقام البطوله، يعني اللعيبه كلها بتتكلم على ان مباراه مونتيري كانت اصعب مما تخيلنا. دي نقطه، انت برضو الخبير انت اللي هتقول لنا فلامينجو يقدر يعمل جيم مع ليفربول زي ما مونتيري عمل النهارده؟ لو لعيبه ليفربول دخلت المباراه يعني طبعا خلاص انت في النهائي فانت عارف ان هي 90 دقيقه او 120 دقيقه وتكسب البطوله، مفيش نفس الافكار الفنيه اللي انت هتحتاج تعملها زي النهارده او تبديلات، خلاص انت 90 دقيقه انا هنزل بالتشكيل الاساسي بتاعي كله عشان اطلع باللقب. لكن هو فلامينجو لا الفريق قوي جدا من وجهه نظري انا طبعا يعني ليه؟ لان هو اغلب اللعيبه اللي موجوده عندها خبرات، لعبت كل يعني اغلبها يا لعب في اوروبا يا يستحق انه يلعب في اوروبا، يعني بنتكلم على 11 لاعب
كلهم بيلعبوا في المنتخبات اللي خاصه بيهم، كلهم لعب اغلبهم لعب في اوروبا، اغلبهم يستحق انه يلعب في اوروبا. فبالتالي لا، احنا بنتكلم على فلامينجو مع مدرب خبير زي جابرييل خيسوس، جورج خيسوس اللي هو موجود في اللعب قبل كده في اوروبا وعارف اللعب قدام ليفربول والفرق الكبيره دي ازاي مع بنفيكا ومع سبورتنج لشبونه. فكل ده هيسهل عليه المهم. فلامينجو يقدر يحرج ليفربول السرعات الهجوميه مع لعيبه خط النص اللي عندها حلول ابتكار، زي امبارح شفنا ديجو لما نزل في الشوط الثاني بتاع الدقيقه 70 الماتش تحول خالص، تحول تماما. جيرسون لاعب روما السابق برضو عنده بقى حلول كويسه، حلول كبير جدا. جابرييل باربوسا او برونو هنريكي الاثنين تقريبا يعني اون فاير تماما، الاثنين كانوا بينافسوا بعض على صداره هداف الدوري البرازيلي تقريبا اكتر من 50 هدف مع بعض. بتتكلم على جورجاند اراسكايتا اللي هو صانع الالعاب واللي سجل هدف التقدم امبارح، ده صانع العاب منتخب اوروجواي ولا ومن احسن اللعيبه في الموجوده في الدوري البرازيلي واغلى لاعب. فانت بتتكلم ان كل الاسماء ديت تقدر تعمل حاجه، خصوصا مع الانسجام اللي بيزيد يوم عن التاني، مع ان انت كسبت كوبا ليبرتادورس قدام فريق متمرس زي ريفر بليت، كسبت الدوري البرازيلي بعد كده ب 10 سنين. فكل ده مع مدير فني فاهم زي جيسوس، لا ده هيقدر يساعده كويس جدا قدام ليفربول. مش هيكسب يعني يعني حتى لو كسب هيبقى المكسب بصعوبه، بس يقدر يحرج ليفربول، خصوصا ان ليفربول لعب في 2005 وخسر من ساو باولو، فدي هتبقى عامله زي عقده لليفربول في حاله ان هو خسر، بان انت بتخسر قدام البرازيليين وفريق واحد بس هو اللي قدر ان هو انجليزي ان هو يلعب يكسب كاس العالم للانديه اللي هو مانشستر يونايتد. على العموم لمينا كده اليوم كله الكلاسيكو اللي خلص 0-0 بين ريال مدريد وبرشلونه، او برشلونه وريال مدريد. الماتش اتلعب في كامب نول اول مره من 2002 تعادل سلبي في الكلاسيكو. زيدان يحافظ على سجله خاليا من الهزائم في كامب نو، 5 مباريات 3 تعادلات وانتصارين. الناحيه الثانيه مونتيري مكسيكي يحرج ليفربول، لكن تالق محمد صلاح في صناعه الهدف الاولاني وتغييرات كلوب ومشاركه ماني وفيرمينو يقدروا ينقذوا ليفربول بهدف بلس 90. استمتعنا جدا بصحبتكم واستمتعنا بكومنتاتكم وارائكم التي دائما تثري النقاش. يعني انا فادي اشرف وكان معايا اسلام احمد. شكرا يا اسلام. شكرا فادي. شكرا ليكم والى اللقاء في لايف جديد من لايفات في الجول طوال هذا الاسبوع المليء بالمباريات.